الاستعداد في اسواق المال. ماذا اهم من لماذا؟ يعني لو سالتك لماذا ارتفع السوق امس، ربما كل واحد منا عنده اكثر من سبب، وبالتالي سندخل في لا نهايه من الاحتمالات. لماذا انخفض السوق؟ ايضا لكل واحد اكثر من سبب. يعني الاهتزاز اللي صار بالبورصه، البورصات العالميه الاسبوع الماضي، الكل ظل يتساءل لماذا اهتزت البورصات العالميه؟ هناك من اتهم مشروع بوش بالاصلاحات الاقتصاديه بانه اثار الفزع، وهناك الى عباره الحقيقه ان البنك السكري هو الذي كان يبيع لغايه خسائر 60 مليار. يعني كانوا مشترين الترمات، كان عنده موظف مشترين الترمات، مشترين بضاعه غاليه، فاضطروا يبيعوا يلحقوا على ما بقي من خسائرهم. هذا البيع الكبير هو اللي احدث الفزع في البورصات العالميه. متى عرفنا؟ عرفناه متاخرا، فبالتالي هو غير مفيد. وحتى لما عرفنا قال هل نستطيع ان نمنع كل الموظفين المره الجايه انه ما حدش يبيع؟ هل ستستطيع ان تتفادى مثل هذا الامر؟ طيب ماذا لو ركزت على معرفه الاسعار فقط؟ كم ارتفع السهم الفلاني؟ كم انخفض؟ وتتابع حركه هذه الاسعار، ستجد انك في معزل من هذه الدوامه، وستجد انك تخلصت من الحيره التي سببها لا نهايه هذه الاحتمالات. فعندما جاء التحليل الفني بهذه المفاهيم، سحب البساط من التحليل المالي، قال للمحلل المالي انت مختص بالشركه وانا مختص بالسهم، انت مختص بمعرفه المؤثر وانا اقيس الاثر. المؤثر ليس بالضروره ان يعمل، وليس بالضروره ان يعمل فورا، وانت تقيس ارقام وضعها بشر، ميزانيات. الميزانيه من وضعها؟ محاسب. المحاسب هذا ممكن لو كان يعني هذاك اليوم غلطان، ممكن انت كل اللي بنيته خطر. وهذه ظهرت في فضيحه انرون. انرون لما انخفض السهم، سعر السهم 50%، والقواعد الماليه تقول ان الشركه تربح في نمو مستمر، كان المحللين الماليين وشركات كبرى ماليه تعطي توصيات على سهم انرون، والمحللين الفنيين يقولون ان السهم سيل مود، دوت يعني ايفل دوت هولد، يعني لازم تبيع. ظهرت الحقائق وطلعوا المحللين الماليين يقروا قواعد ماليه مزوره. وفضيحه طبعا هي انرون مونيكا الاقتصاد الامريكي، يعني رؤساء مجالس الاداره محكومين بمدى الحياه. سببها انه شركه محترمه رصينه كانت تمرر قواعد ماليه بمراجع قانوني آرثر أندرسون، من أشهر المراجعين القانونيين في العالم، مزورة، والمحللين الماليين يقرؤون هذه القوائم المالية المزورة، يتناولون وجبة مسمومة، فبالتالي كل قراراتهم مسمومة. في هذه الحالات تستطيع أن يحميك التحليل الفني. لماذا؟ لأن التحليل الفني شاهد عمليات البيوع لأعضاء مجلس الإدارة قبل، الذين يعرفون الحقيقة. يعني زي ما قلنا ان الاسعار تلخص كل شيء، عندما يعني عرف اعضاء مجلس الاداره ان الشركه يعني تتجه الى الهاويه، بادروا ببيع اسهمهم، باعوا حصصهم في السوق، وهم الذين اسقطوا السهم. انا ما اعرف من اللي باعوا، ولكن اعرف ان السهم يتعرض لموجات بيع، وان عرضه للنزول اكثر. هذا التحليل الفني. لكن لو حجر الميزانيه عشرة رمان انا لك. طيب انا اختم بانه التحليل الفني ليس الا اداه في يد المبارر. انت في الواقع اذا ستستخدم التحليل الفني للمتاجره، يجب ان تعمل على وضع حاجز بين الشخصيتين في داخلك، شخصيه المحلل وشخصيه المبارر. المحلل اداته المهمه التشكك، المبارر اداته المهمه الالتزام والالتزام التام فقط. شكرا. الاخوه الافاضل، دلوقتي موعد التكريم. لمسه وفاه بيقدمها النادي لاعضائه، وبصراحه اقل واجب يعني.
يتشرف نادي خبراء المال بتكريم السادة الخبراء والأعضاء في لحظة وفاة. يقدم دروع التكريم الأستاذ محمد الفاضل، فليتفضل مشكورا. يلا شباب الدروع أستاذ سيد. تاني الدكتور منير حمزة عميد كلية الإدارة والاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وهيسلم الدكتور محمد عمران. الدكتور هيسلم الأستاذ نادر بالأكاديمية. الدكتور أيمن أحمد رجب وكيل كلية الإدارة والاقتصاد وأمين مع التمويل والاستثمار. الأستاذ الدكتور حسين فاي أستاذ ورئيس قسم علم النفس. الأستاذ الدكتور خالد محمد حنفي عميد كلية التسويق والاقتصاد الدولي للأكاديمية العربية، فليتفضل. شرفني الاستاذ محمد الفاضل يدي درع تكريم الدكتور السيد الدكتور وليد سليمان. هيتفضل السيد والده مشكورا بالسلام من الدكتور وليد السليماني. سعد الأستاذ عبد الرحمن السماري المحلل الإعلامي ومدير عام شركة أيسون. الأستاذ أحمد السماري حصل على جائزة نادي خبراء المال السنوية لمقام دين الجهود الإعلامية والتوعوية حول أسواق المال. الأستاذ عبد العظيم إدريس الزين المحلل الفني بقناة الاقتصادية العربية.